السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي الأعزاء المشاهدين والمتابعين لقناة منارة العلم English for you. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على قناة منارة العلم. والنهاردة ما زلنا في ملف التنسيقات وبنتابع موضوع حلقتنا النهاردة، قواعد التنسيق الداخلي لأقسام كلية الأداب جامعة حلوان. طبعا اتكلمت معاكم قبل كده عن أقسام كلية الأداب في الجامعات المختلفة، واتكلمت معاكم عن أداب علم نفس إكلينيكي اللي هي فرع كفر الشيخ جامعة طنطا، وهسيب لكم اللينكات بتاعة كليات الأداب تحت في صندوق الوصف تحت اللينك بتاع الفيديو ده، وهسيب لكم برضو اللينك للبلاي ليست بتاع ملف التنسيق كله عشان تعرفوا كل المعلومات عن كل الجامعات والكليات المتاحة. والنهاردة هنتكلم عن قواعد التنسيق الداخلي لأقسام كلية الأداب جامعة حلوان. جامعة حلوان أعلنت عن شروط القبول بأقسام كلية الأداب، والكلام ده كان يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020. أعلنت كلية الأداب بجامعة حلوان عن شروط قبول الطلاب للالتحاق بأقسام الكلية المختلفة للعام الجامعي 2020-2021، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة سهير عبد السلام عميد الكلية. وتقبل الكلية طلاب الثانوية العامة ولا تقبل طلاب الثانوي الأزهري والدبلومات الفنية والمهنية، الكلية بتقبل طلاب الثانوية العامة فقط. تضم الكلية 18 قسم تتنوع بها شروط القبول الطالب وفقا للعديد من القواعد والشروط المطلوبة. عندي أول قسم، قسم اللغة العربية. بيتطلب قسم اللغة العربية للقبول به حصول الطالب على 56 درجة على الأقل من الدرجة النهائية، يعني على الأقل يكون جايب 56 من 80 في مادة اللغة العربية في الثانوية العامة. وفي حالة زيادة العدد بيتم المفاضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاثة. يبقى عشان أخش قسم لغة عربية جامعة حلوان أنا كتبت التنسيق وجات لي أداب حلوان، بعد كده ببتدي أعمل التنسيق الداخلي اللي هو أنا أروح أكتب 3 رغبات، رغبة أولى ورغبة تانية ورغبة تالتة للأقسام اللي أنا عايز ألتحق بيها. في أحد رغباتي مثلا كتبت رغبة أولى لغة عربية، يبتدوا يبصوا على مجموع اللغة العربية. اللغة العربية من 80، أقل حاجة لازم أبقى جايب 56 من 80. طب القسم دوت مثلا عايز 3000 طالب، في ناس في 3000 واحد جايبين 70 من 80 ومتقدمين، يبقى هاخد الأعلى. والمفضلة ساعتها بتبقى بمجموع اللغات الثلاثة اللي هو مجموع اللغة العربية ومجموع اللغة الإنجليزية ومجموع اللغة الفرنسية معا. قسم اللغة الإنجليزية، بيقبل قسم اللغة الإنجليزية الطلاب الحاصلين على 47 درجة في اللغة الإنجليزية، وبتكون الأفضلية للطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري اللي هو مجموع الكلي زائد مجموع اللغة العربية زائد درجة اللغة الإنجليزية. قسم اللغة الفرنسية، بيقبل قسم اللغة الفرنسية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس فرنسية أو مدارس إعدادية فرنسية دون التقيد بشروط. وبالنسبة لطلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات، اللغة الإنجليزية يعني الأولى بتاعتهم بتبقى هي اللغة الأولى، ضرورة اجتياز الطالب امتحان قبول شفوي وتحريري. يبقى قسم اللغة الفرنسية بيقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المدارس الفرنسية أو الإعدادية الفرنسية من غير شروط. أما المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات اللي هم يعني اللغة الأولى عندهم لغة إنجليزية، هيعمل لهم امتحان شفوي وتحريري فرنسي وبناء عليه يتقبلوا أو ما يتقبلوش. قسم اللغات الشرقية، يقبل قسم اللغات الشرقية وقسم اللغة العبرية طلاب الانتظام فقط، ويتم المفضلة بالمجموع الكلي في الثانوية العامة. قسم التاريخ وقسم الجغرافيا وقسم الفلسفة، بيتم القبول بقسم التاريخ للطلاب الأعلى مجموعا وكذلك بقسم الجغرافيا والفلسفة. قسم الاجتماع، بيقبل الطلاب دون شروط. قسم علم النفس، بيتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الكلي ولا يقبل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. قسم المكتبات والمعلومات، يشترط قسم المكتبات والمعلومات حصول الطالب على 65% يعني 32.5 درجة في اللغة الإنجليزية مع اجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل القسم 5% من الفئات الخاصة. قسم الآثار والحضارة، بيتم المفضلة بالمجموع الاعتباري في الثانوية العامة اللي هو المجموع الكلي زائد مجموع اللغات الثلاثة عربي إنجليزي فرنساوي أو عربي إنجليزي ألماني أو عربي إنجليزي أسباني أو عربي إنجليزي إيطالي على حسب اللغة الثانية اللي انت واخدها في الثانوية العامة. قسم المسرح، على الطلاب الراغبين في الالتحاق بقسم المسرح اجتياز المقابلة الشخصية. قسم الإعلام، بيقبل الطلاب الحاصلين على أعلى مجموع اعتباري في الثانوية العامة اللي هو المجموع الكلي زائد مجموع اللغات الثلاثة.
قسم اللغة الألمانية. بيشترط قسم اللغة الألمانية الحصول على الدرجة النهائية في مادة اللغة الألمانية والمفضلة في حالة التساوي بالمجموع الكلي بالإضافة إلى مجموع اللغات الثلاثة. قسم اللغة الإيطالية بتتم المفضلة في قسم اللغة الإيطالية بين المتقدمين بمجموع اللغتين الأولى والثانية على أن يكون الطالب دارسا للإيطالية أو الفرنسية في المرحلة الثانوية. قسم اللغة الأسبانية يجب أن يكون مجموع اللغات الأولى والثانية 90% على الأقل، اللي هو مجموعة إنجليزي وفرنساوي أو إنجليزي وألماني أو إنجليزي وإيطالي أو إنجليزي وأسباني، تكون 90% على الأقل، والأولوية بتكون للطلاب الدارسين الأسبانية في المرحلة الثانوية. قسم اللغة الصينية بيشترط قسم اللغة الصينية الحصول على المجموع الأعلى والمفضلة بين الطلاب بالمجموع الاعتباري مجموع كلي زائد مجموع اللغات الثلاثة واجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل خريج المدارس الصينية بنسبة 5% من المقبولين. وفي السياق متصل تقبل الكلية تحويل الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثانية، يعني حد مثلا كان في أداب بني سويف عايز يحاول أداب حلوان، حد كان في أداب المنيا عايز يحاول أداب حلوان وهكذا، هو كان في سنة أولى ورايح سنة ثانية، المهم إن هو يكون خلص سنة أولى ونجح بتقدير مقبول على الأقل وما معهوش مواد بدون مواد تخلف في الكلية المحول منها، ويحمل أربع مواد فقط كحد أقصى على أن يسلم الطالب توصيف المقررات الدراسية التي درسها في كليته المحول منها، ويحدد موعد امتحان المواد المقاصة وفقا للائحة الكلية. كده دي كانت شروط وقواعد التنسيق الداخلي لكلية أداب جامعة حلوان. الناس اللي ناوية تكتب في التنسيق كلية الأداب تشوف هي عايزة تدخل قسم ايه وتحسب مجاميعها بناء على الشروط دي، وتشوف هتقبل في القسم ولا مش هتقبل عشان تحدد البدائل وتحدد هي المفروض تروح فين. كده انا خلصت معاكم معلومات النهاردة عن التنسيق الداخلي لأقسام كلية الأداب جامعة حلوان. أرجو أن أكون فدتكم، أتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر. With my best wishes، كانت معكم منارة العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.